السلام عليكم، والله يسعد مساكم كل خير. كيف الحال؟ شكم طيبين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يلا عافو. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، ايش تسوي؟ قاعد احط عصا عشان ارفع الشجر. ما شاء الله. شوف زي هذيك. ما شاء الله تبارك. صح؟ فاضي يا رجال. لا والله. ما عنده لا. وشو؟ اقول ما عنده لا شغل ولا مشغل. هذه الشغل. يا رجال مسؤولية والله الشجار. هلا والله فاضي والله انت وراسك. تعال ساعد. تعال ساعده. انت وين؟ ايش هذه؟ قهوه سوداء. ليه هو قهوه ابو خالد؟ قهوه ابو خالد ما تصحصح براسي. هذه والله تصحصح براسي يعني. هذا الوش الحبل؟ هذا الحبل يا طويل العمر سام اللي بنربطه به العصا. ايوه. في عصا هنا وعصا هنا. يا سلام. نربط واحد فوق واحد تحت. حلو. عقبين هذول اللي واحد تحت واحد فوق متواصلات مع بعض، نربط على كل شجرة خيط. وش الهدف؟ الهدف ان احنا نرفع عشان تستقيم. يا سلام. ما تروح طايحة وتخرب خلاص تستقيم تروح. وما نربطها، ما يصير الربط بها، بس نلف الحبل عليها عشان تستقيم، بس ما يجيها اي ضرر الشجرة. بعدين تنعوج ما تروح على طول وزي كذا. الحين تبي تشوف. يا سلام يا سلامي، والله انا بشوف الخبرات. طلع الخبرات يا عم زيك. ما شاء الله. يا سلام يا سلام، هذا واضح الولد محترف. هالولد محترف. هذا الخيط الاول وهذا الثاني. وين؟ ايه زود شوي من عندك. اي زايد زايد. الحين سلام بيربط واحد فوق يا جماعه وواحد تحت، عشان يخلي الشجر كذا مستقيم زي هالوردة هذه. الله ان شاء الله. طبعا هاي الوردة هذه ذبلان. هذه اي وردة؟ هذه مي وردة. هذه هذه نبتك مرتين وثلاث وما قطعناها، بس تموت معناته ان شاء الله انه يطيح منها لقاح او زي كذا ينبت مرة ثانية. هلا بذوق. اي فتنبت ان شاء الله ثانية. يعني الحين معلومة، خلنا ناخذ منك معلومة، الورد اذا ما قطعته يموت. اي اللي يعرفه واللي يقولون عنه اصحاب الورد انه اذا ما قطعته يطيح منه بذور زي اي شجر. لا بيموت. وشو؟ الورد. اي يموت خلاص. هذا مو هذه وردتين ما انا ابزع منه، لو ما قطعت المفروض تبقى. وش تبقى؟ الادمي يموت وهذه ما تبيها تموت. والله انك صعت. يا ليلي يا جونا الرايق بين الرياح وبنشايق، لا يسري العود متضايق. السلام عليكم. يا هلا ابو خالد. يا هلا ابو الزين. يا هلا وغلا. سلام. اوه ابن ابوي. يا سلام يا سلام، هذه لي علومك. اي والله والله عظيم. يعني انا وياك. يعني انا اقول ابو خالد خلنا نقسمه بيننا اساس يكون في انصاف بالموضوع. تمام. هذا من هنا. حلو. هذا لي وهذا لك. ليه انا اطول؟ لان انت تعرض. يعني عدل هلا. عدل. اكيد. موافق؟ لا. ليه؟ اقسم بالطول. شلون بالطول؟ شوف انت المفروض انك يعني ما حسبك هلا مشفوع. انا ولا تسمع. ليه ليه؟ الله يضاري الشباب. ليه هلا؟ شلون مشفوع؟ وهي ولد والله هذا المشكلة. لا انت حقاني. طبعا هذا اللي بقى يا جماعة الخير، فانا اقول نقسمه اللون. ها ابو خالد تقسمه يما راحت كله. بقسمه هاللون بنص. شوف بالنص. ايوه نص لك ونص لي. مضبوط. طيب مضبوط. خلاص. لا وشو ابي اكسره هذه. ايه حطها يمي. خلنا نعتبر ان وكلت هاي. ها يعني شلون هاللون؟ عاش والله ابو خالد. يا من للعز. ما شاء الله تبارك الله. فنجال ايش هذا؟ هذا فنجال اكيكه المبروكه. اكيكه المبروكه. اي والله. يا سلام. اصل انت اي فريق؟
فاز عليك اتحاد. معرقين يا ولد، حاطين كمبيوتر معرقين هذول. ايه دقوا هذا الاتحاد يا حبيبي. عاش عاش اللي انت الحين مبتدئ وديك 10 صفر. لو انت تفضل تفضل تفضل. انا اوكي 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 ما اخذ الاتحاد مخليهم مبتدئ. يبي يجلدها. عشرة عشرة لا تجيب عشرة يا راح. فوز عليهم وابو خالد يلعب. فوز عليهم. لا تفوز على الاتحاد مبتدئ. مشوان حاطه مسطوري يا رجل، جالس يسوي لي حركات مهارات طقطق علي طقطق علي كمبيوتر. الحين على قولتهم مباراة الاساطير، النصر والاتحاد، من يفوز؟ النصر. اوه الهدف الاول يروح لصالح النصر. بعد سي اوه بعد ابو خالد لا تخذل الاتحاد يا ابو خالد. لا تخذل الاتحاد وبفوز عليه 10-0. الانتقام يا ابو خالد. نعم كذا على الهادي على الهادي على الهادي. يا سلام النتيجة 1-1 يا جماعة. مش لا مش لا شو المباراة حامية يا جماعة، والهجمة للاتحاد والهجمة للاتحاد وبنزيمة بنزيمة. الهدف الثالث. شو الحركة؟ والله تسلم والله تسلم. عاش والله مصعب. والله لعبك هدف ابو خالد. ما في هدف. سو حركة سو سو حركة سو 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 إيه 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 شو 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 النتيجة 3-2 3-2 اللعب حامي يا جماعة، ولكن بنزيما له كلام ثاني. بنزيما له كلام ثاني. بنزيما له كلام ثاني. يا سلام. لا ضاع. شوف انا هدف بالله ابو خالد. والله جالس تسلك يا غالي. شوف يا جماعه قسم بالله وش السلكان هذا؟ شوف ضربة اللاعب تخرب. أربعة أربعة 2 متقدم أبو خالد. الاتحاد الاتحاد متقدم. الهدف الثالث. أنا ما استأنس زي ما تقدم عليه. أعوذ بالله والله معرق أصيل. دفع البلاء. بس أنت قدام اتحاد يا أصيل، أنت قدام اتحاد. ما قدام اتحاد بالله يا مدريد. أبو خالد اللي يلعب يا أصيل. خالد اطلبك ابو خالد نزل لي تسامحه. لا 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 ابو خالد ابو خالد نفس وين الفت نفس دفن شو انا دفاع نايم. ابو خالد ابو خالد نزل لي خلاص لا تلعب باعصابه والله ابو خالد نزل لي خلاص سامحه سامحه ابو خالد خلاص العب العب رحت عادل بلعب. وشو؟ شغل ثاني. ايه خلي الفنجان اروق وجيب. يا يعني انت بترتاح؟ ايه برتاح.
النتيجة 6-3 بالشوط الأول. عاد عشانك والله ضايع. سلم كمل لعب لما يتعادل. تعال العب أبو خالد. تعال أبو خالد إذا إنك كفو تيجي تلعب. يا بريك عني. أبو خالد تعال. تعال كم من براتك. خلع مزيك يا بريك. لا ما بيع مزيك. ما انت لاعب انت الحين؟ لا لا ماني لاعب. توك تقول شوط بس تبي ترتاح؟ ماني لاعب خلاص 6 وشوط. والله 6 يبي له 4 اهداف يوم يتعدانا. يبي لك 4 اهداف يوم يتعدانا. اجيب ال 4 اهداف والله لا العب معك لعب. ايه لا خليك تعوف البيت. هالكلام هي. هالكلام هي. ايه يعني ما اقدر اجيبه. حاجتي هذا. والله 6 واجد. ما عنده 6 ببركة 6 6 جابه بلحظ 6 ببركة بلحظ بالسلكان نعرف كل هالامور هذه. كمل 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 ماني لاعب والله لا اقلب عليك والله يا اخي ماني لاعب. ما انت لاعب ابد. ماني لاعب ابد. ماني لاعب نهائي. حقك نهائي والله اذا انك كفو تجي. لا انا ما تحدد انت كفو اني العب. انقع عن وجهي ماني لاعب. اوه يا الشاهي دم غزال والله يا ابو خالد. يا الله على ذم طعمه يا مل العز. شفت بالله 6 جايبهم وانا ما شربت شاي. ما شربت شاي. انا ما شربت شاي. اشرب شاي. اشرب بريك كله تعال البارح وتحداك تجيب السابع. فنجانك مشروب يا ذي. اوف. نعم. اوف. هيا هيا كمل مباراتك لين دقائق 90 بعدين نشوف من يفوز. قلت لك ماني لاعب. من تفهم انت شلون؟ شلون فهمك؟ ماني لاعب. ماني لاعب. طيب. والله حقك. جايب 6 ما تلعب. شوط واحد نظامك ها؟ ايه شوط واحد. ليه ما تكمل يا اخي مباراة؟ كمل المباراة للنهاية. يا اخوي هو ما خلانا نلعب معه الا مشان تسني فايز على الاتحاد. ايه عشان كذا اصيل. كمل العب. اصيل. اصيل. كم شوطك؟ اصيل. اوف ابن ابو كلب. ملا ملا. قوم كمل قوم. ملا. قوم. ملا ما يغصبك. تلعب ولا يرميك؟ يلا ان قمت عليك ترى انجلتك جلد الوي. اي قم قم كمل علم بعدين نتفاهم. قم ملا ما تبي تلعب؟ لا ليه 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 ايش تسوي انت؟ ملا مو تلعب غصبا عليك. تلعب غصبا عليك يا ولد. الحين من اللي يلعب؟ من اللي يلعب؟ تخارج وداخل. انتقام ابو خالد. اعوذ بالله. هذا وش هذه؟ بلونتين من وش السالفه؟ ها؟ الشاتر يا ويلك. يلا يستا الله يستا ابو خالد. صعدت الموضوع بس بس ابو خالد بلون خبر عاجل شخصين مصابين بانفجار قمر. عبيها اكثر. اعوذ بالله. سلمت الحمد لله السلامة.
يا صي ايش تبي؟ خلوا يجي كمل المباراه يا اخي. ابو خالد كمل. لا هلا بالله ايش كمل يا ابو خالد؟ حمل لا كمل يا ابو خالد. ما العب معك مستواك فاشل انت، انت فاشل لانك تقول انا رجعت. لا لا من رجع؟ انت اللي قلت، انت اللي قلت. انا مو طيب يا رجال. أجمل القصص إذا ما هي أجمل قصة قرأتها عن إبراهيم الخليل في الكرم. يروي ابن كثير في البداية والنهاية يقول إبراهيم الخليل من كرم وكان يطلع يدور عن الناس الضعفاء ويبي يضيفهم ويبي يكرمهم أو الناس المسافرين. السلام. فدور دور ما لقى، فرجع البيت. يوم رجع البيت لقى بداخل بيته رجال، فقام يقولهم أنت وش اللي دخلت بيته ومن اللي أذن لك إنك تدخل؟ قالوا أنا ملك الموت. فانصدم ارتاع الخليل، فقال جيت زاير ولا قابض روح؟ قال لا جيتك زاير. قال مرحبا واهلا. قال وش اللي جابك؟ قال جيت أبسلم أو بزور رجل اختاره الله أن يكون خليل الله. قال الخليل دلني على الرجال، لو هو بقص الأرض بجيه، أبقض بقية حياتي عنده. يا سلام. قال له ملك الموت أنت خليل الله اختارك الله. الله أكبر. قال اختارني الله انا خليل وقلي. قال عليش؟ قال لانك تكرم ضيفك، لانك انت تدور على الضيف وتحاول تكرم. فالكرم مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويميز به عباده ويعين، والكريم معان ترى. الله الله بالكرم، فهي صفة يحبها الله. وش يا الديرة؟ هذه تايلاند. تايلاند طايحين بلي كم يوم يا ضائر يا تابع. ايوه مقاطع ما شاء الله خضرة خضرة ومدينة سياحية بحت. تكفى ودن يم ضالي. يا سلام. تكفى حق صيف يا ولد، كله بحيرات وقارب ودباب بحر وغابات ودبابات على الطين، فعاليات ما تنتهي وناسة. تكفى ضالي ودن يم يا ولد. وش اللي تكفى انت؟ تكفى ودن. وش وديك راح؟ ودن لم تايلن. شوف شوف شوف. نبي نشوف الطبيعة، نبي نشوف الخضار، نبي نشوف البحيرات، الشاطئ. الشاطئ مو كله جالس باستراحة مقابل وجه ابو خالد وعمو زيكا. تكفى ضالي ودن يمه خاطري منيتي يا اخي. شو؟ تكفى حق منيتي. شلون حقي؟ يا اخي حق منيتي لو مرة واحدة بحياتك يا اخي. هذا حلم يا اخي. انا مانية ما حققتها، حقق مانيك انا. يا اخي حب لاخيك ما تحب لنفسك. انا ودن تايلند يا اخي. ابي تايلند حلمي ضاري. ايش تبي ابن حلال؟ ابي اساء، ابي اشوف الناس، ابي اشوف الطبيعه، كله جالس مقابل وجيهكم. والله بديت اكرهكم يا عيال. افا والله ضيقه هنا. خلاص خلاص كل يوم مقابلكم، نبي نقابل وجيه جدد يا اخي، نبي نشوف حياه جديده. خضار هناك وناسه، فعاليات وناسه ما تقل. خل نجمع انفسنا ونظبط. لا ما يمديك تجمع انفسك الا جايه دراسه الحين. اجازه يعني ايش اسوي الحين؟ رخيصه يعني، مي غاليه الفلوس اللي معك يعني. والله رخيصة. رخيصة ما هي شيء، تكاتفه كلكم وافزعوا لاخوكم، اخوكم بنروح تايلند. يبي يستانس. خاب يحسبونك معاهم. منها؟ هم اللي هنا. لا لا معليك. تشبههم. ايش رايك بالموضوع؟ والله رايي السفر ما له داعي. الا الا له داعي. ما له داعي، خسارة على الفاضي. لا ما هي خسارة. ما هي خسارة انك تروح تغير نفسيتك، تروح تستانس. لك اسبوع ما هي خساره، تروح تخسر. هذه مدينه رخيصه، مدينه رخيصه، مدينه رخيصه، ما تكلفك شيء. حاي رخيصه، استانس بحاي. ليه تروح يا اخي حاي؟ من ولدت، من انولدت وانا بحاي. خلاص ابي اطلع، ابي استانس، ابي اشوف وجهي. ايش رايك يا عم زيك؟ والله رايي لا خساره يعني. ما نروح؟ لا لا اربط برضه، جمع قروش. شوف ما يغريك المنظر هذا. امشي بالجوال استانس. يا سلام. غير نفسيتك حبيبي، بجيب على ارض الواقع عشان تغير نفسيتي. تكفى منيتي وعيد. منيتك حلمي، حلم الوعيد يا اخي. هذول يا ابو خالد انت كريم، انت اللي تبي تحقق امنيتي. ايوه انت اللي تبي تحقق ابسافر تايلاند. ودن تايلاند يا ابو خالد. امنيتي جنن مارد. انا مارد ابو خالد. شوف شوف تايلاند، شوف الطبيعه. ود ابن حلال، ود تايلاند. انا ظهري ما وديت روحي انا، وش اللي ود؟ تايلاند يا ابو خالد. تكفى امنيتك. امنيتي امنيتي يا ابو خالد. نعم والله حتى انا امنيتي. يلا في موسم حتى انتبه. ابو خالد مليت وانا جالس اقابل وجهك. تايلاند مل منك. انا مليت من مناظرك. كيف بدي الوجه يبعد؟ يا هلا ابو ناصر. يا هلا. هلا بالشيخ. الشيخ والله انت. الله يعزك. شو يقول الشاعر؟ والله اني ما جهزت الله حقك.
شاعر. ايه صيدلة الطير. الطير الطير وش يقول بالطير؟ الطير وش هو؟ الجيب قصدي. الجيب ايه والشاص اخوة على الطير والمقناص. يا يا انت مش تقول كلمة لا تحب ان تسمعها اكتبوا لي بالكومنت وانا بس العيان. ابو خالد يا هلا. وش الكلمة اللي ما تحب تسمعها؟ كلمة وين انت؟ وينك يعني؟ ايه وين؟ وانت صيد؟ ابي سالة ما احب اسمعها ابد ابد. وانت عم مزيكا؟ صايغ دب صايغ دب. وانت يا ناصر؟ كم معك فلوس؟ السالفة بسيطة وسهلة جدا. وش؟ هالنبيلة هذه. ايه حنا نسميها نبيلة يا جماعة انتم شو تسمونه؟ ايوه. عندك اربع اكواب. حلو. كل واحد يجيب له نبع. ايوه يا سلام. كل واحد يجيب له حصى، يجيب له خمس حبات. حلو. وعندك خمس محاولات واربع اكواب، اللي بيطيح الاربع اكواب له 100 ريال. يا سلام. حلوة. يا سلام. يلا. طيحت انت لك 100، طيحت انت لك 100، طيحت 100 100، كل واحد له 100. اليوم على قولتهم كرم. والله انك كافر عندي. بس جبال حصى. عندي يلا. دور لك شوف من مزرعة عم مزيكا. 100 ريال يا ابو خالد ان جبت الاربع اكواب، خمس محاولات، الاولى. الاولى راحت. بسم الله. الثانية. ركز يا ابو خالد شوي 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 هي الهدف تصيبه راحت حلو هاي ابو خالد بسم الله ما يمديك ما تسوي سلام الله حولك ماشي ابو خالد بسم الله ركز ايوه بقي لك المحاوله الاخيره هل تقدر بهذه طيح ثلاث اكواب اللي بعده راحت عليك يا ابو خالد انت ريال يصيل ان جبت الاكواب عندك خمس محاولات بسم الله لا 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 بسم الله راحت هذه ركز يصيل عندك الحين اربع محاولات يا سلام بصيروا ثلاث محاولات ركز اوه محط صد ابو خالد ابا 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 يمي هو صح؟ لا لا مو يمك والله والله مو يمك والله يمي ما تلعب ما تلعب خلاص خلاص صير برا 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 اللي بعده اللي بعده عندك يا عم مزيكا خلوكم هنا خلوكم هنا وقفوا يلا عم مزيكا 100 ريال يا عم مزيكا اذا جبت الاربع اكواب قل بسم الله اسلم 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 لا لا انا مراه ركز يا عم مزيكا ركز عندك اربع محاولات بسم الله بكيفك زبط اللي تبي بسم الله الله يستر شو شوي لا لا باقي 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 ركز قل بسم الله لا لا يجيبه يجيبه يلا ركز ركز حط الهدف بين عيونك هو بلش بنبيله بسم الله شوي شوي ايوه قب قب راحت 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 اللي بعده 100 ريال يا ناصر اذا جبت الاربع اكواب وعندك خمس محاولات بسم الله هذول كبار ابو ناصر اي يا ولد عصيبه الله يستر ابعد ابعد لا يفلككم خلي خبري اول بالحاره يلا يلا عاش اسلم 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 والله يا ابو غيث اقول انتبه انتبه والله يا ابو غيث اصيبه والله ما انت حوله شوي 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 وين هذا وين سلامات ابوي سلامات شبك تمغط انت يا سلام شوي شوي طيب خمسه هذه 100 هذه 100 المسابقه راحت يا جماعه الخير السلام يا سلام هو فراشي هو غطاي قالوا لي ما في سكر دكان الحارة يا سلام قالوا لي ما في الله تحداك تحط على رأسك تحداك ما تقع أتحداك لا 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 قول لي وش الحل اللغز هذا له 50 ريال الحين كاش ايوه يقولك الساعه 4 الا ربع
حلو. وضعنا العقرب الصغير مكان العقرب الكبير، فكم تكون الساعة؟ هذا اللغز هذا سهل، هذا أربع للربع. أيوة قلبنا العقربين اللي عارف ساعة سهل. ثلاثة ونص. لا غلط، لا ربع إلا أربع عكس تسير. شهر ربع اللاقب أنت طالع قيل أنت تصير 49 دقيقة. والله قرب. لا طيب نفس قريب. اي والله قرب. طيب نفسه تصير 4 إلا ربع. لا غلط. ها أبو خالد عمو زيكا قريب. تصير 43. لا مالك لوه. ها أبو خالد 2.5. 2.5. لا ما حد حوله. ما حد حوله. وش يغساث اليوم؟ أكثر من رفقة الصالحي خاوي الرجال الصالحين اللي بهم خير. يقول علي رضي الله عنه: أكثر من الرفقة الصالحة فإنهم عدة في الدنيا وعدة في الآخرة. يقول: ما سمعت قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ينادون في النار ما كان لهم رفقة صالحة في الدنيا. فرسالة اليوم: أكثر من الرفقة الصالحة.